الخير على حضراتكم، برحب بيكم معانا النهارده. برنامج صباحك عندنا قرر ان هو يكون موجود في مكان مختلف. نكون مع حضراتكم النهارده في حلقه مختلفه على غير ما عودناكم. يمكن التعليم زي ما حضراتكم عارفين هو من اقوى الاسلحه اللي ممكن نحارب بيها حاجات كتير جدا وتوصلنا لنتائج اقوى بكثير من الاسلحه. النهارده قررنا ان نكون موجودين معاكم في داخل اروقه جامعه القاهره، من اعرق الجامعات العربيه وبشكل خاص كمان من اعرق الجامعات المصريه. جامعه القاهره لو هنتكلم عنها بالتفصيل هنتوقف عندها لحظات كثيره، هنشوف مدى التطور ومدى الازدهار اللي حدث في جامعه القاهره، وازاي قدرت ان هي تخرج من دورها التربوي الى الدور المجتمعي الراقي جدا والرائع جدا، واللي المفروض في مؤسسات كثيره من المفترض ان هي تقوم بيه. ايه سر نجاح جامعه القاهره؟ وايه الاليه اللي طبقت في هذه الجامعه عشان توصل لهذه المراحل؟ وازاي نقدر نستفاد او نستفيد من تجربه جامعه القاهره في اعاده هيكله واعاده النظر للمنظومه التعليميه في مصر بشكل عام، وازاي الجامعات الاخرى ممكن ان هي تستفيد من تجربه جامعه القاهره. لما قررنا اننا نتكلم عن جامعه القاهره كان لازم يكون لنا حوار بشكل خاص مع المايسترو اللي قاد هذه التجربه الناجحه والمتميزه والمميزه جدا، دكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره. موجودين النهارده معاه وفي ضيافته هنتكلم بتفاصيل كتيره جدا جدا لصباحك عندنا. صباح الخير دكتور جابر. صباح النور. اهلا بحضرتك ومرحب بحضرتك معانا النهارده في قناه المحور وفي برنامج صباحك عندنا. يمكن جامعه القاهره من المؤسسات اللي لما بتيجي سيرتها في اي خبر تحديدا في متابعاتنا الاخباريه لازم نلاقي مبادره ايجابيه او لازم نلاقي خبر يشعرك بالبهجه وبالامل وتفاصيل كتيره جدا. ايه سر نجاح هذه المؤسسه تحديدا في الفتره من 2013 وهي فتره توالي حضرتك رئاسه الجامعه حتى الان؟ اعتقد في الحقيقه انه السؤال كمدخل للحوار هو سؤال يعني ذكي جدا وانا بشكرك عليه، لانه وراء كل نجاح منظومه عمل منضبطه. فانا اعتقد انه سر نجاح جامعه القاهره بيقوم على مجموعه من المنطلقات الاساسيه. اول هذه المنطلقات هي العمل الجماعي. فجامعة القاهرة نجحت لأنها استطاعت أن يصطف وراء هذه الفكرة الإصلاحية والتجربة، سواء فيما يتعلق بمجلس الجامعة أو مجالس الكليات أو المجالس المنبثقة عنها. أيضا في الحقيقة الأمر الآخر هو أننا نؤمن أن التطور يحتاج إلى أفكار مبدعة وليس أموال، فالأفكار هي التي توفر الأموال، ولذلك كل يوم لدينا فكر جديد، لدينا تفكير، شغلين بالنا دايما بإيه اللي ممكن يكون كويس. بمعنى أصح لا ندير جامعة القاهرة والفريق الذي يعمل معنا بمنطق النهاردة زي امبارح، لا، النهاردة لازم يكون مختلف عن امبارح، لازم يكون عندنا أفكار جديدة، لازم نواجه المشكلات اللي موجودة بقرارات حاسمة. ولذلك النهاردة أنا أعتقد أن تجربة جامعة القاهرة سواء فيما يتعلق بالإصلاح المالي أو بإصلاح العملية التعليمية أو في علاقتها بطلابها، يعني النهاردة حدث تغيير جدي وجذري على علاقة الطلاب بالجامعة، مش بس بالإدارة، لا، ده على علاقة الطلاب بالحجر، بالمكان، بالشارع. النهاردة لو مشيتي في الجامعة بالكاميرا مش هتلاقي ورقة مرمية على الأرض، على الرغم من ان بيدخل في هذا اليوم مثلا الحرم الجامعي ما لا يقل عن 120 الف طالب، ما فيش واحد في ايده منديل برمي على الارض. ولذلك النهارده في تغير جدي في سلوك الطلاب. اعتقد انه جامعه القاهره بتجربتها الاصلاحيه فتحت باب الامل للتاكيد على ان هذه الدوله تستطيع او مؤسساتها تستطيع ان تغير من نفسها، تستطيع ان تبعث طاقه امل، تستطيع أن تتواصل مع طلابها. ده في الحقيقة جزء من هذا التطور وأساس له. إيه الآلية يا دكتور اللي استخدمتها إدارة جامعة القاهرة أو فلسفة الإدارة
اللي تبنتها جامعة القاهرة عشان توصل لمرحلة ان هي تحاكي سلوك الطلاب. يعني محاكاة السلوك دي مرحلة بتحتاج لوقت وبتحتاج لتفاصيل كتيرة جدا. احنا بناخد طالب في سن المراهقة، المفروض ازاي بنتعامل معاه؟ هو طبعا احنا بنتعامل مع شريحة سنية من 17 سنة ل 24 سنة، ودي شريحة هي الأخطر والأهم والأكثر تمررا. يعني الشريحة الطلابية اللي عندنا اللي هو من 17 ل 24 سنة، ده في حد ذاته أكثر ديناميكية وأكثر تمررا وأكثر وطلباته كتيرة، حتى في بيته. يعني حتى بالنسبة، يعني من منا ما عندوش ابن أو أخ في السن ده مغلبه في البيت. ولذلك النهاردة التعامل مع هذا الجيل في الحقيقة الذي تتعدى بمعارفه، يعني النهاردة يستطيع ان هو يقعد على الكمبيوتر ساعة زمن في اليوم يعرف كل حاجة، ولذلك ما تقدرش تخبي عليه حاجة. أدي أول حاجة. الحاجة التانية، لازم تكسبي ثقته، ولازم يعلم أنك ويوقن أنك تعملي لمصلحته. ولذلك النهاردة في الحقيقة أعتقد أنه علاقتنا بهؤلاء الطلاب وانتشالهم من مربع التشدد والتطرف والرأي الواحد إلى فضاء الثقافة والفنون والأداب، نحن أيضا نؤمن أن قوة مصر الناعمة ليس فيما تملكه من أموال، ولكن فيما تملكه من عقول وأفكار، وفيما تملكه من تعليم جيد وثقافة وفنون. ولذلك تأثيرات الفن المصري، تأثيرات الثقافة المصرية على العالم العربي كله، بل على العالم كله في الحقيقة تأثيرات مشهودة. ولذلك النهاردة لابد لكي تعيد ريادة الدولة المصرية وتعيد ريادة الشعب المصري وتأثيره في من حوله من دول، لابد أن تعتمدي على ثلاث أضلع أساسية، هي التعليم والثقافة والفنون. احنا لما بنسافر في اي مكان في افريقيا او في الشرق الاوسط، فهو يقول لك يقابلك واحد كده كبير عنده 50 60 70 سنة، يقول لك انا اتعلمت في مصر. اذا فقدت مصر هذه الكلمة، فقدت جزء كبير جدا من تأثيرها في دول العالم وفي الشعوب الاخرى. ولذلك احنا في الحقيقة بدأنا عملية اصلاح لجامعة القاهرة، لان احنا كنا في وقت كان لازم يبقى فيه اصلاح. وصلنا الى درجة من الانهيار، درجة صعبة جدا وبشعة على كافة المستويات. كان هناك اصلاح فرضته الضرورة، ضرورة البقاء. وعلى فكرة الاحساس بالخطر والذي يهدد بقاء المؤسسة، ده كان في الحقيقة الدافع الأساسي لفكرة الإصلاح. فبدأنا إصلاح مالي، إصلاح إداري، بدأنا النهاردة نقدم نموذج لهذا الإصلاح للمجتمع المصري، للتفاعل مع الطلاب. أدى ذلك إلى إصلاح في العملية التعليمية، إصلاح في نظم الامتحانات. تجربة جامعة القاهرة في الحقيقة بتؤكد أن الإصلاح لا يحتاج إلى أموال، وده دايما أنا بقولها. لأن النهاردة لما بتيجي تطلبي إصلاح التعليم يقولك عايز فلوس، إصلاح الثقافة عايزين فلوس. بالعكس، الإصلاح في جامعة القاهرة وفر أموال لجامعة القاهرة. صحيح. ومن لا شيء. ولذلك النهاردة أنا أعتقد أن تجربة جامعة القاهرة قايمة على فكرة أيضا القدرة على اتخاذ القرار، لأنه إذا تم إدارة مؤسسة أو المؤسسات الحكومية أو الوزارات أو أي شركات دون القدرة على اتخاذ القرار والخوف من اتخاذ القرار، ده بيؤدي إلى تعقيد الأوضاع واستفحال خطورتها. لأنه لا يمكن أن تدير مؤسسة بإجراءات روتينية، لابد أن يكون في حلول. لذلك كثير من الناس بيستغربوا أنه رئيس جامعة القاهرة كل شوية ياخد قرارات والله تم. إحنا أنا كان ممكن أن أنا كنت أقول أنا في غنى عن كل هذه الأمور وأستمتع بأبهة المنصب العام وبكل مميزاته ولا أواجه كل هذه المعارضة. لأن النهاردة لما قرارات رئيس جامعة القاهرة توفر في 3 سنين و8 شهور لجامعة القاهرة من مواردها الذاتية، ملناش دعوة بالموازنة، 4 مليار جنيه، يبقى اللي كان بياخد ال 4 مليار جنيه دول مش هيشكر في رئيس جامعة القاهرة، لا ده هيقول لك إن هو معرفش إيه وإيه وإيه وإيه. إنما هذا لا يعنينا، نحن يعنينا النهاردة الحالة التي أنشأتها جامعة القاهرة لدى المصريين من أمل في الإصلاح
وبدأ الناس كلها يشوفوا تجربة لها نتائج. يعني احنا مش بنقول احنا بنعمل ايه، زي ما انت بتقول النهاردة ان الناس بيفاجئوا ان كل يوم في حاجة في جامعة القاهرة. فاحنا على كافة المسارات اعتقد ان احنا تقدمنا على مسار التصنيف الدولي، تقدمنا بصورة في الحقيقة يعني فخر لكل مصري ولكل من يعمل في جامعة القاهرة. هذا العمل عمل جماعي، ولذلك النهاردة كل ما نتهم كمصريين أننا لا نجيد العمل الجماعي، لا، يمكن أن يكون لدينا عمل جماعي جيد وفق أطر النزاهة والشفافية. والمصريين في الحقيقة رغم كل الظروف الصعبة اللي بيعيشوا فيها، لما بيلاقوا أحد يصلح ومتجرد وهناك نزاهة وعدالة بيقفوا معاك حتى ولو قلت مميزاتهم. ولذلك النهاردة نحن سعداء بهذه التجربة اللي هي بدأت لما بدأ يبقى في الإصلاح في جامعة القاهرة بهذا الشكل. بدأ كل مربعات الجامعة تستفيد من هذا الإصلاح. وبقى في دور كمان مجتمعي، وفي دور مجتمعي والمجتمع كله، والمجتمع كله على المجتمع طبعا. يعني احنا النهارده احنا النهارده لاول مره في تاريخ جامعه مصريه بنطلب من المتعثرين في سداد الرسوم ان احنا نسددها مكان. دي بقى نقط احنا بنتكلم عنها باستفاضه، المبادرات الانسانيه والمجتمعيه اللي بتقوم بيها جامعة القاهرة تفاعلا مع الطلاب، وان هي بتكون لمسة ظروفهم الاجتماعية. مبادرة انا اتذكر من حوالي سنة كان في مبادرة للمدمنين. طبعا حضرتك كان في مبادرة هائلة جدا قمت بيها للمدمنين داخل الجامعة وخارج، وكان في ايضا مبادرة سداد المصروفات والتأمين على الطلاب المالي عشان لما يتخرجوا. في تفاصيل كتير مبادرات انسانية بتشعر الطالب إن هو مش في مكان بيتلقى فيه المعلومات عشان يدخل يحطها في الامتحان ويخرج يشعر إن هو تايه ويشعر بالضياع في مجتمع قاسي جدا ودولة ممكن تكون ظروفها قاسية لحد كبير. إزاي بلورت الفكرة دي جامعة القاهرة؟ أنا شخصيا لدي إيمان بدور الجامعة المجتمعي، وفي الحقيقة فيه لحظات أثرت على طريقة شغلي في جامعة القاهرة. بمعنى انه في الوقت اللي كانت الجامعه محاطه باعتصام النهضه وحاولوا حاول المعتصمون ان هم يقتحموا مبنى التعليم المفتوح علشان يتخذوه زي جامع رابعه مقر الاعتصام، اللي حمى المبنى كان اهل بين السرايات. وفي وقت من الاوقات انا وجهت لهم التحيه في هذا الامر. لولا اهل بين السرايات كانش عندنا امن، ولا كان عندنا يعني كان عندنا امور متلخبطه كتير جدا. اهل بين السرايات وقفوا حموا المبنى. النهارده الدور المجتمعي لجامعه القاهره لابد ان يحس به كل من يحيط بجامعه القاهره، ولذلك هم يحافظوا عليها لانه بيروا ان هذه الجامعه نافعه ليهم. ولذلك النهاردة لدينا مشروع لمحو أمية الناس حوالين جامعة القاهرة بتكلف 1,760,000 جنيه. لدينا النهاردة مبادرة مع محافظة الجيزة ووزارة الإسكان لتطوير عشوائيات بجوار جامعة القاهرة، رصدين لهم النهاردة 100,000,000 جنيه. وهذه الأموال من عائد الإصلاح المالي الذي حدث في جامعة القاهرة ولا تؤثر على ملفات جامعة القاهرة. لأن النهاردة عندي 2 مليار جنيه في حسابات جامعة القاهرة. أنا النهاردة لابد أن أساهم في التنمية المجتمعية، لأن النهاردة لما حول منطقة جنب الجامعة من منطقة عشوائية فيها تجارة الممنوعات وفيها بلطجية وفيها كذا إلى 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 منطقة حضارية فيها خدمات إنسانية لهؤلاء الناس باسم جامعة القاهرة، لا شك أن هذا سيكون حماية مجتمعية لجامعة القاهرة. أيضا لما حصلت السيول في راس غارب، احنا النهاردة بنبني مدارس في شمال سيناء لأهلنا في العريش ورفح، بنبني 3 مدارس، وأول ما هنخلصهم في شهر 5 اللي جاي هنبني 3 تانيين. اللي أنا عايز أقوله في الحقيقة أيضا الدور المجتمعي بدأ أنه هو في علاقتنا بطلاب. النهاردة في أسرة مشكلتها أن هي تدبر 500 جنيه، فاحنا بدأنا النهاردة شفافية الجامعة ونزاهتها وعدالتها خلت أن الناس برة بيتصلوا بي، يعني أنا هدفع المصروفات مش من ميزانية الجامعة،
ولا من فلوس الجامعة. النهاردة في رؤساء بنوك بيتصلوا بيا، في رؤساء رجال أعمال بيتصلوا بيا عايزين نساهم في جامعة القاهرة. طيب أنا النهاردة عندي فلوس أصرف على البحث العلمي، ميزانية البحث العلمي في جامعة القاهرة كانت 2013 24 مليون جنيه، السنة اللي فاتت 2016 كانت 480 مليون جنيه وفاتحين السقف. طبعا كتير يعني فرق طبعا، وفاتحين السقف للتمويل بلا ما فيش حد بيجي يقول لي عايز امول بحث علمي وما بمولش بحث علمي بالضوابط اللي الجامعه حطاها علشان يكون بحث علمي جدي. الامر الاخر ان النهارده عندي في حدود 5 مليون جنيه تبرعات من بنوك وشركات ورجال اعمال لدفع مصروفات الطلاب. حتى هذه اللحظه جالي طلبات من طلاب بمليون 639 الف جنيه 640 39 قرش. ولذلك النهاردة احنا بندفع المرة الاولى دي المرة الاولى، بعد كده بنستقدم الطلبات. النهاردة الطالب ده اللي عنده مشكلة في 500 جنيه او 1000 جنيه او 1500 جنيه لما الجامعة تقف معاه ده مردوده ايه؟ مردوده انه هو يصبح اكثر ارتباطا بالجامعة، صحيح، اكثر ارتباطا بالبلد، لانه هو النهاردة لما يشوف واحد بيحلله مشكلة ال 500 جنيه هينظر الى بلده ازاي؟ بكثير من الامتنان، بكثير من الاهتمام، يمشي النهارده يبقى حاسس بتحقق فكره المواطنه، ان حد بيسال فيه طبعا. في اسره طبعا عندها احنا في الحقيقه زي ما بقول ان علاقتنا بطلابنا هو ده النجاح الكبير جدا. ليه؟ لان انا عندي في حدود 300,000 طالب، 300,000 طالب دول موزعين على مستوى مصر كلهم. الجامعه لما بتعلمهم كويس، لما بترعاهم صحيا، لما بترعاهم مجتمعيا، لما بتفكر في مشاكلهم، ده في الحقيقه بالظبط طبعا العائد على المجتمع كله، صحيح، وعلينا كلنا. النهارده التغير اللي حصل، يعني انا عايز اقول لك ان انا احيانا بركب تاكسي وسواق التاكسي كده يبص لي يقول لي انت رئيس جامعه القاهره، اقول له اه، يقول لي انت عامل شغل كده اه والله، اقول له انت ليك حد في جامعه القاهره، يقول لي لا ماليش حد، صحيح، في جامعه القاهره. ولذلك ده انا بعتبر ده نجاح. كلمه الراجل ده اللي اعرفه ولا يعرفني هي الوسام الحقيقي على صدري، لانه وبيأكد ان هذا الشعب شعب ذكي وبيفهم وبيقدر ومتشوق الى نجاح، الى يبقى فيه تجربه ناجحه تديله امل، تديله امل في بكره. ولذلك احنا بنقول ان احنا دوله غنيه ومؤسسات غنيه، كل اللي احنا محتاجينه إدارة. ان احنا كل جنيه يتصرف في مكانه، إدارة الموارد تكون إدارة جيدة. الإصلاحات اللي احنا عملناها في جامعة القاهرة إصلاحات بسيطة وسهلة وتستطيع ان انت تطبقيها في كل المجالات. اذا كان النهاردة انا مؤسسة خدمية عملت شوية إصلاحات وفقا للقوانين الموجودة، انا لم ما قلتش بقى ان انا عايز اعدل القانون، وما قلتش بقى ان انا محتاج ان انا اغير الموظفين، ولا محتاج ان انا اعمل كذا ولا اخد كذا. انا عملت مجموعه اصلاحات بسيطه جدا يمكن ان تطبق على جميع المؤسسات الموجوده في الدوله. اذا كنت انا مؤسسه خدميه بعلم الناس مجانا ب 165 جنيه اعلى رسوم عندي في البرامج العامه اللي بتمثل 98% من الطلاب اللي هم في حدود اكتر من دراسات عليا ومعرفش ايه وبكالوريوس وليسانس بيمثل في حدود 200 و180 الف طالب، دول كلهم بيتعلموا من 165 جنيه ل 600 جنيه، يعني رسوم زهيده جدا. طيب انا باصلاح المنظومه الخدميه دي وتعظيم فكره التمويل الذاتي، لان النهارده اشكاليه موازنه الدوله ايه؟ ان هي عندها 400 مليار جنيه عجز، يعني الدوله المصريه موازنتها عندها 400 مليار جنيه عجز. الحل صحيح في الانتاج، والحل في تقليل النفقات، انما في الحل ان انت تدي للجهات اللي هي المؤسسات الحكوميه فكره التمويل الذاتي، الانطلاق بالتمويل الذاتي على اساس بالظبط الموازنه دي تعمل رجيم فتقل الخسائر فيها. فالنهارده انا لو مشيت بالمنطق ده انا في خلال 24 شهر مع تعديل بعض النصوص القانونيه انا باخد من الدوله مليار و400 مليون، مش عايزه، لان انا النهارده لما بعمل تمويل ذاتي بوفر في السنه اكتر من مليار و400 مليون. ولذلك في الثلاث سنين 8 شهور بالظبط
النهارده الجامعه موفره 4 مليار جنيه، احنا كان عندنا ملفات منذ اوائل التسعينات محتاجه لتمويل، مولناها زي المستشفى اللي في العرب. عندنا تطوير للعمليه التعليميه، طورنا، لانه احنا النهارده في الحقيقه اصبح لدينا احنا واحنا بندرس التمويل الجامعات اللي بتمول نفسها ذاتيا على مستوى العالم. لقينا جامعه انجليزيه بتمول نفسها من مطبعه دار ناشر. فالنهارده جيت اشوف جامعه القاهره ما لقيتش فيها مطبعه، لقيتها طبعا متاخره قوي وما فيش، فعملنا مطبعه وعملنا دار ناشر. النهارده كميه الاموال اللي بتضخها المطبعه في جامعه القاهره كميه بتطبع لجامعه القاهره دون تكلفه، يعني صحيح. النهارده ما بدفعش لبره، بدفع للجامعه يعني بنقل الفلوس من جيب اليمين لجيب الشمال. ففي النهايه بيلف ويرجع لي تاني. يعني النهارده لما باجي اطبع كتاب في المطبعه بدفع له 10,000 جنيه، ال 10,000 جنيه بيلفوا ويرجعوا لرئيس الجامعه تاني. صحيح. وهكذا. يبقى اذا النهارده التمويل الذاتي ده حافظ على الجامعه وخفف الضغط على الموازنه. ولذلك النهارده انا بعد ما كنت كل سنه بروح للحكومه اقول لها انا عايز موازنه زياده، انا النهارده بقالي سنتين ما بطلبش منها موازنه زياده. واذا استمر الحال على ما هو عليه ممكن ان انا استغنى عن جزء من الموازنه جزئيا الى ان استغنى عن الموازنه كليا. يبقى جامعه القاهره اصبحت بتمول نفسها ذاتيا، خففت عن الحكومه اللي بتطلبه اللي بتاخده منها. يبقى اذا النهارده بدا الامور. قسي على ذلك بقى الاف المؤسسات الموجوده في الدوله المصريه، زي ما بقول لك بقرارات بسيطه جدا، بقرارات بسيطه جدا. الضابط الاساسي اللي انا في الحقيقه بتحدى اي حد يقول لي كلام غير كده، الضابط الاساسي اننا لم نقتص من احد ميزه مستحقه، ولم نحرم من احد ميزه مستحقه، ولم نكلف الطلاب. احنا النهارده منظومه تطوير التعليم في جامعه القاهره بعد ما كان الطالب بيكلف بس كتب في الفصل الدراسي في حدود 900 من 800 ل 1100 جنيه، النهارده بتكلفه من 80 ل 110 جنيه في الفصل الدراسي. سعادتك النهارده عندك طالب في كليه التجاره، اخوكي او قريبك بيدرس في كليه التجاره جامعه القاهره، بعد ما كان بيتكلف كتب او في كليه دار العلوم في كليه الاداب، بعد ما كان بيتكلف كتب من 900 جنيه بيتكلف كتب 80 جنيه. يبقى اذا النهارده خلي بالك بقى التطوير ده سمع فين؟ سمع في الاسره. اكيد. اللي هي الاب بعد ما كان بيقول له انا عايز 1000 جنيه علشان الجامعه بيقول له انا عايز 100 جنيه. النهارده كمان المنظومه اللي احنا عملناها للدفع الالكتروني في جامعه القاهره في الحقيقه وفرت اموال كتيره جدا كانت بتهدر. لان النهارده لما لا 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 اولا سهلت على الناس، ثانيا بدات تظبط المنظومه. اللي انا عايز اقوله ان الاجراءات الاصلاحيه التي اتخذتها جامعه القاهره اجراءات بسيطه جدا وسهله، لو اتطبقت على 25 وزاره والمؤسسات التابعه لها اللي هي الوزارات الخدميه. صحيح. انا في ظني ان هي اقول لك ايه مثلا، عايز اورط نفسي في تصريح واقول لك مصر تسدد ديونها في سنتين ثلاثه. لا. ولذلك انا عايز اقول لك النهارده الفكره الاساسيه انه انه افاق الاصلاح محتاجه جراه، محتاجه شجاعه. صحيح. محتاجه ان انت كمان تحط كل جنيه في مكانه، محتاجه اداره موارد وبحاجه استراتيجيه واضحه تكون طبعاً. موضوع طبعاً. بالاضافه احنا يعني انا شايف الحقيقه الملف المضيء في جامعه القاهره زي ما قلت هو تغيير سلوك الطلاب الى الاحسن. صحيح. واحساسهم بالانتماء للجامعه وللبلد. دكتور احنا مستمرين مع حضرتك في باقي تفاصيل باقي اللقاء، بس احنا مضطرين نطلع لفاصل وبعدها نتواصل مع حضراتكم. ملفات كثيره، نجاح جامعه القاهره كان لازم نتوقف عنده، ناخد قدوه نشوف ايه المفروض مؤسسات الدوله تقتدي بجامعه القاهره وبالاليه والاستراتيجيات اللي وضعتها جامعه القاهره للانطلاق نحو افاق ان شاء الله تكون افضل. بعد الفاصل نتواصل مع حضرتك. تفضل.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ومستمرين في لقائنا من داخل جامعة القاهرة، ولقائنا مع دكتور جابر مستار. وقبل الفاصل اتكلمنا عن إنجازات جامعة القاهرة وتحولها تحديدا في فترة من بعد 2013، وإزاي كان عندها ملفات كثيرة وكان في صعوبات وإخفاقات موجودة وتم تعديل كل هذه المشاكل. مرحب بحضرتك مرة تانية. وفي أشخاص أو في جهات ممكن تكون مشككة، بتشكك أو غير جانب التشكيك، ممكن تشوف أنه جامعة القاهرة بتقوم بأعمال نتيجة لتميزها ونجاحها في الأعمال دي، ممكن تكون مش من دورها أن هي تقوم بيها، ده دور مؤسسات أخرى نتيجة إخفاق المؤسسات الأخرى في هذا العمل جامعة القاهرة قررت أن هي تقوم بيه. خلينا نستمع من حضرتك كيف ترد على هؤلاء المشاكل. شوفي، عندما تكون المياه راكدة أعتقد أنه لا ينظر إليها أحد، فلا تعجب أحدا ولا تستلفت نظر أحد. إنما عندما يكون النهر يتدفق بالمياه وأيضا بالخير، ده دائما الناس دائما بيستلفت نظر الناس. كل نجاح دائما وله وكل إصلاح له ضحايا، فهناك على الضفة الأخرى الكثير من الضحايا الذين اقتص هذا الإصلاح من مميزاتهم ومن فسادهم داخل المنظومة. أنا لا أتصور أن دول هيكون لديهم يعني حيادية أو تقدير لتجربة جامعة القاهرة، ولكن نحن دائما نتحدث عن أرقام. سوف يعني أبوح لك في هذا الحديث بتصريح طبعا ببعض الشيء، أنه في بعض الأحيان شكك البعض في الإصلاح المالي في جامعة القاهرة، وقيل أن هذا الكلام غير صحيح، وأن رئيس جامعة القاهرة هو ظاهرة صوتية وبيجيد الحديث مع أجهزة الإعلام، إنما لا شيء في حقيقة الواقع. في الحقيقة هذا الكلام قيل وكان الرد عليه بالأرقام، فكان بعد مجلس الجامعة عملنا مؤتمر صحفي وأعلننا أرصدة جامعة القاهرة في البنك المركزي. إذن النهاردة عندما في 31/8/2016 أعلننا أرصدة جامعة القاهرة في البنك المركزي، وكان عندنا في حدود 1,600,000,000 فائض، بالرغم أن احنا كمان كنا صرفنا يجي 2,000,000,000 على ملفات الجامعة، سواء المستشفيات، سواء التطوير العملية التعليمية، سواء البنية التحتية. احنا عملنا البنية التحتية بنغيرها، غيرناها في جامعة القاهرة منذ 88 سنة لم تتغير. وفي 31/12/2016 أي بعد 4 شهور أعلننا أيضا الأرقام، وكان زاد رصيد جامعة القاهرة من 1,600,000,000 إلى 1,841,000,000، يعني زدنا كمان 241,000,000 جنيه. في المبلغ ده على الأقل 70% منه عملة صعبة، يعني استرليني ودولار وكذا. إذن اللي أنا عايز أقوله أنه كل تجربة إصلاحية يمكن أن يكون لها ضحايا يناصبوها العداء، هذا لا يعنينا. الأمر الآخر في الحقيقة أنه النجاح كما له مميزات وله لذة فله أيضا أعداء. نحن لا نهتم بهذا الأمر على الإطلاق، ولكن إذا لم يكن نجاح جامعة القاهرة نجاح حقيقيا ما استلفت النظر أحد. إحنا كمان في كافة الملفات تطورنا، يعني الناس دايما يقولوا طب أنت مهتم بالفلوس، طب موضع الجامعة إيه في التصنيفات؟ لا، إحنا في التصنيفات في الثلاث سنين، شوف أنا أول ما دخلت المكتب ده بعدها بشهر فجيت اجتمعت مع المسكين ملف تصنيف الجامعة، فقالوا لي الجامعة خارجة من التصنيف، خارجة من التصنيف، ما تشغلش بالك بالموضوع ده، وإحنا عندنا المبرر. جامعة بتعيش تحت خط ضرب النار والمظاهرات والملوتوف والحرب ومعرفش إيه والتطرف والمظاهرات السياسية وكل الانفلات ده
وبتكلم ازاي الجامعه تكون في التصنيف. قلت لهم اذا الجامعه ما دخلتش التصنيف وتحسنت فيه يبقى انا لازم امشي من هنا وما ادخلش المكتب ده تاني. النهارده انا استلمت الجامعه في ثلاث تصنيفات رئيسيه على مستوى العالم. انا استلمتها في التصنيف الصيني 472، انا 401 دلوقتي. انا استلمتها 1266 في التصنيف الاسباني، انا 724. انا في الانجليزي استلمتها 1462، هي النهارده 501. استلمتها فيها ثلاث برامج مصنفه دوليا، عندي 11 برنامج مصنف دولي النهارده. فيها خمس كليات فيها جوده، عندي 13 كليه النهارده فيها جوده. اذا هذا انجاز بالارقام، يعني النهارده على المستوى العلمي على المستوى التعليمي. النهارده احنا 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 في الحقيقه اكتشفنا حاجه مهمه جدا بنقول دي ده للمجتمع. النهارده احنا اكتشفنا اللي بيتعلم كويس ما بتشيلش همه، يعني التعليم الجيد بيحل مشكله البطاله، بيحل مشكله العنف، مشكله التطرف، بيحل مشكله التشدد. شوفي اللي بيتعلم كويس مش ممكن يتطرف، مش ممكن يتشدد، مش ممكن ينغلق، ما تشيلش همه، بيروح يبحث لنفسه عن فرصه عمل. ولذلك احنا عملنا في الحقيقه عملنا دراسة في جامعة القاهرة على بعض الكليات زي خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بعض وبعض البرامج زي خريجي برنامج الفرنسي في الحقوق، برنامج الانجليزي، لقينا نسبة الهندسة الكريديت اورز عندنا في الطب، عندنا في رياض الأطفال في الطفولة المبكرة. عملنا دراسة عن البرامج اللي بتضمن تعليم جيد للطلبة والكليات اللي بتضمن نسبة البطالة متدنية إلى حد كبير جدا من الخريجين، في حين إن اللي بتعلم مش بنفس الجودة حتى لو خد الدكتوراه بيقعد يتظاهر علشان وظيفة ب 500 جنيه. إذن الحل من المشكلات المعقدة يبدأ بالتعليم. ولذلك النهاردة لابد أن تكون الدولة جادة في، أعتقد بالتعديل الوزاري الجديد، الدولة جادة في الخوض في هذا الملف. شوف إحنا في التعليم بالذات عندنا مشاكل تبدو ان هي صعبة جدا ومتراكمة، انما اتضح ان حلولها بسيطة وسهلة وموفرة للفلوس، مش عايزة فلوس كتيرة. طلبنا من المجلس القومي لحقوق الانسان والاستاذ محمد فايق وفريق من المركز القومي لحقوق المجلس القومي لحقوق الانسان جه زار جامعة القاهرة وطلبنا منه انه يجي، وطلبنا من لجنة التعليم في مجلس النواب ان يجوا يوثقوا تجربة جامعة القاهرة. ليه؟ لان احنا محتاجين جهات حيادية قيم الاداء توثق التجربة على اساس ان يتم الانتفاع بيها. انا كمان اكثر ما يهمني في هذا الوقت هو مأسسة، اذا جاز التعبير، النجاح. يعني ايه؟ يعني تحويل النجاح الى نجاح مؤسسي، بمعنى اذا لو مشى جابر نصار ما ينهدش كل ده. يعني النهارده انا كان يخش عليا، انا هحكي لك بعض الحاجات الظريفه، كان يخش عليا بعض زملائي يقولوا لي انت عمال تصلح وتوفر فلوس، طب ما ممكن يجي واحد بعد كده يصرف الفلوس دي كلها ونرجع ترجع تاني ريما لعادتها القديم. هذا الكلام في جزء بيشغلني، في جزء صحيح، لان النهارده انا عايز برضو، انا مش عارف في البرنامج ده هو اقرب الى الفضفضه، صحيح بتكلم بمشاعري. يعني انا حاسس ان انا جبت يعني شنيور كبير قوي من اللي هم بيكسروا به الاسفلت ده وشقيت طريق في البيروقراطيه المصريه، صحيح، ونجحت. أنا والفريق، هل النجاح ده هيستمر وهنكمل؟ هل هيوسع؟ صحيح، ويبقى شارع ويترصف وينور والناس كله تمشي فيه، ولا هيتقفل وترجع ريما لعادتها القديمة؟ أنا مهموم بده في الحقيقة، لأنه مهما قصر الوقت أو طال هتنتهي مدة جابر نصار ويرجع تاني أستاذ في الجامعة يمارس حياته الطبيعية. إنما النجاح ده ملك الجامعة. النجاح ده يا فندم النهارده لازم نعرف انه جامعة القاهرة لما كانت بتحتاج 1000 جنيه
كانت بتدور على حد يديلها الألف جنيه، تروح لوزارة المالية تقول لها عايزة الألف جنيه، تروح لوزارة التعليم العالي تقول لها عايزة ألف جنيه. النهاردة إحنا بنعطي، يعني النهاردة لما خلي بالك، إحنا لما ده إيماني، لما تبرعنا بعشرين مليون جنيه للسيول، ممكن الرجل اللي في راس غارب ده جبته تبرع للجامعة وما عندوش ابنه دخل الجامعة، يبقى الجامعة لها حق عليه. هذه الجامعة أقيمت بتبرعات المصريين، ولذلك النهاردة لما تتبرع لأهلينا في راس غارب ده حقهم، لما تيجي تبني مدارس في شمال سيناء ده حقهم، لما تيجي تعمل قوافل طبية، احنا النهاردة بنعمل قوافل طبية في كل محافظات مصر، احنا النهاردة بنعمل قوافل طبية وقوافل غذائية لحلايب وشلاتين ولسيناء، وده كله في الحقيقة فضلة خير الشعب المصري. لا لا يعني زي بيقولوا عندنا في الفلاحين، مش أبدا مش حد، فضلة خير الشعب المصري اللي لازم نقف جنبه، اللي هو لما تصلح الحالة. أنا عايز أقول لك حاجة علشان تعرف عظمة هذا الشعب، إحنا رجعنا أوقاف الجامعة، جزء من أوقاف الجامعة، ودي قصة كبيرة جدا، إن الشعب المصري العظيم لما جيهم يبنوا الجامعة في ناس وقفت أرضها وبيوتها على الجامعة، فرجعت 60 فدان في المنوفية، ففي ناس من اللي جم يمضوا عقد الإيجار، دفع الإيجار الثلاث سنين في البنك الأهلي فرع الجامعة، واحد فضل معاه بعد ما دفع الإيجار فضل معاه أظن 600 جنيه أو حاجة زي كده، أما اتبرع بهم للجامعة، يعني اتبرع بال 600. شوف عظمة المصريين. الراجل فجيب يقول لي، فجم بيقولوا لي، فبقول له يعني احنا متشكرين جدا، قال لي انا دخلت قلب انشرح، يعني شوف الناس بتكلمهم تلقائي، فقال لي انا دخلت قلب انشرح، فما لقيتش في جيبي غير ال 600 جنيه اتبرعت بهم للجامعه. تقولي في ايه في واحد زي ده؟ تقولي ايه في عنصر في 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 في, في, في المصري الاصيل الجميل ده؟ يبقى النهارده لما يحصل للمصريين ملمة، المشكلة مش في العشرين مليون جنيه، والمشكلة ما احنا رحنا هناك في راس غارب لقينا القوات المسلحة والجيش المصري قايم وفي صمت وبدون لقناه قايم بدور رهيب، عامل كل حاجة، بيبني بيوت وبيجيب أغذية، ولذلك النهاردة المساهمة مش في المبلغ، المساهمة ان انت لما يكون في واحد مصري مكروب وعنده مشكله راحت تقولي تدخل ان انت تاخد بايده. طبعا وزاد كنت في مؤتمر المصريين العلماء المصريين في الغردقه، وكنت امشي كان الراجل في الشارع يجي عليا ويسلم عليا ويحييني، مش بيحييني كشخص، بيحييني كرمز للمنظومه دي كلها. ولذلك النهارده دور الجامعه المجتمعي احنا في الحقيقه مصرين عليه، مصرين ان احنا نكون قريبين جدا للمصريين في كل حتة، ونعد ان هذا الدور سيتوسع وهيكون في كل مكان في مصر. دكتور وحضرتك بتتكلم وتسترسل في الحديث اللي انا سعيدة بيه جدا النهاردة، اخدت بالي ان حضرتك بتتكلم بتقول قلنا قررنا رحنا عملنا بصيغة الجمع، كيف استطعت أن تدير هذه المنظومة بالتوجهات المختلفة والعقليات المختلفة اللي كان فيها أكيد موظفين موجودين بيعانوا من البيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة ككل، وكان في بعض الأساتذة الكرام والأفاضل والدكاترة، ولكن كان برضو عقلهم قاصر على الفكر الجامعي فقط، ما خرجش من هذا الإطار. كيف بلورت هذه المنظومة؟ طبعا يعني احنا من اول يوم لولايتي، احنا طبعا انا جئت الى جامعة القاهرة منتخبا، وكانت معركة انتخابية ضخمة، لان كان الاخوان طرف فيها كانوا ضدي، وكان هم مصرين على اي حد ممكن يجي رئيس جامعة القاهرة الا جابر نصار، وانا نجحت في الانتخابات. وفي الحقيقة يوم الخميس 26/7/2013 ده كان يوم الانتخاب، خلصت من انا وروحت. اول ما روحت اللي انا اتصلت بيهم من اساتذه جامعه القاهره واعضاء مجلس الجامعه كانوا اللي واقفين ضدي قبل اللي كانوا واقفين معايا، وقلت لهم لحظه الانتخابات انتهت،
هذه جامعتنا جميعا. الانتخابات أصبحت ذكرى وأصبحت من الماضي، نحن يجب أن نعمل معا. وفعلا بدأنا نعمل كمنظومة عمل على قلب رجل واحد، عمل جماعي. شوفي، إذا لم يكن النجاح الذي تحقق في جامعة القاهرة ثمرة لعمل جماعي، لا يمكن أن ينجح فرد الواحد. تتكلم عن جامعة في 24 كلية، فيها 300 ألف طالب وطالبة متنوعة ما بين تعليم مفتوح وتعليم عادي ودراسات عليا ودكتوراه، وبتتكلمي عن جامعة فيها أكتر من 30 ألف عضو هيئة تدريس، كل واحد عقله يوزن بلد، وكل واحد يقدر يدير الجامعة دي، وهيئة معاونة وموظفين وعاملين، 40 ألف موظف وعامل، 14 مستشفى، إمبراطورية. يعني النهاردة مفيش مؤسسة في العالم بضخامة جامعة القاهرة. لا يمكن أن تنجح في كل هذه الملفات إلا بالعمل الجماعي وتحمل النقد. ويمكن تتذكرين ويتذكر المشاهدين الكرام أنه أول سنة تحملت هجوم لا يتحمله بشر. يعني في الحقيقة أنا وأسرتي وأولادي ودفعنا تمن من سمعتنا من كذا، إنما هذا الهجوم لم يكن يؤثر فينا ونتخذ قرارات لإرضاء الإعلام تضر بالمنظوم. وبعد كده كان لدينا يقين إن المستقبل سوف يؤكد أن لنا رؤية نستطيع بقى إنقاذ هذه الجامعة ونستطيع أن نضعها على الطريق الصحيح، وقد كان. ولذلك كل الذين انتقدونا بعد كده وقفوا جنبنا، وده في الحقيقة أسعدنا كثيرا. اللي أنا عايز أقوله أنه نحن لابد أن نتعلم ثقافة العمل الجماعي، ولا يمكن أن تدار مؤسسة بفكر فردي، ودي مسألة مهمة جدا. وده فردي صحيح. أعتقد أنه عندما أتحدث عن جامعة القاهرة أتحدث عن زملاء وأصدقاء، فريق عمل مكون من عمداء الكليات ووكلاء الكليات والباحثين وكل أعضاء التدريس والطلبة. الطالب النهاردة اللي بيمشي في جامعة القاهرة وما بيرميش ورقة في الشارع، ده جزء من فريق العمل، ده جزء من فريق العمل، جزء من المربع. ولذلك النهاردة أنا سعيد بهذا العمل الجماعي في الحقيقة ومقدر له. صحيح. حضرتك كلمت دلوقتي عن الطالب، بما انك ذكرت الطالب خلينا نرجع لورا شويه، بما ان ده حوار حضرتك قلت صراحه، ونرجع للطالب جابر نصار قبل دكتور والاستاذ جابر نصار. وايه العراقيل، ايه المشاكل، الصعوبات اللي واجهتك خليتك تبقى لامس الواقع قوي او المعاناه الطالب، فبالتالي لما اصبحت رئيس لجامعه القاهره و يعني بتدير هذه المنظومه اصبحت اكثر قربا واحتكاكا بمشاكل الطالب؟ يعني هذا السؤال الذي يعيدني إلى ماض جميل في الحقيقة. أنا أولا كنت طالب، يعني أولا سكنت 4 سنوات في المدينة الجامعية لأنه كنت جاي من الفلاحين، من الأرياف، من دمياط، وسكنت في المدينة الجامعية 4 سنوات. فيعني كنت أيضا مختلط مع زملائي. برضو حضرت أن أنا دخلت كلية الاقتصاد شوية، كانت كلية نوعية ومختلفة، وكانت الأمور فيها يعني تعرفي تقعدي في مدرج، تعرفي معرفش إيه، وبعدين نقلت كلية الحقوق بالزحمة والهيصة اللي فيها. إنما أنا متذكر أن في الحقيقة أن أنا يعني عشت في جامعة القاهرة مرحلة طلابية رائعة جدا، كان فيها التحام مع الأساتذتنا. أنا متذكر أن أول 3 محاضرات حضرتهم في جامعة القاهرة كانت محاضرة للدكتور رفعت محجوب ومحاضرة في أول يوم، ومحاضرة للدكتور نعمان جمعة، ومحاضرة للدكتور يحيى الجمل. ال3 محاضرات دول في الحقيقة أثروا فيا، ويومها كنت كان لدي عزم ويقين ورغبة وأمل أن أنا أصير أستاذ في كلية الحقوق. وعشت على هذا الأمل، وأعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى كان لطيفا بي إذ مكنني من تحقيق هذا الأمل.
انا بحكم تركيبتي انا شديد يعني اجتماعي ومنفتح قوي، حتى لما كنت معيد كنت بعيش مع الطلبه وقاعد معاهم وعارف مشاكلهم. ايضا حتى وانا استاذ ما غبتش، انا كمان ما بحبش قعده المكتب، ولذلك بنزل اشوف المشكلات على الطبيعه، وزي ما بقول احيانا التواصل مع الطلبه بيحل مشكلات كثيره جدا، ومع اعضاء التدريس ومع الموظفين، واعتقد ان احنا قطعنا شوط كبير جدا في هذا الامر. كان في مشاكل طبعا، ما كان في مشاكل، كان عندي نفس المشاكل اللي بتواجه الطلبه دلوقتي في اسعار الكتب، ولذلك كان لدي رغبه شديده جدا ان انا نستحدث منظومه للكتاب الجامعي تخفف عن ضغط الطالب ويكون مفيد من الناحيه العلميه وتحول الى كتاب مرجعي. كان عندي مشاكل في ان انا دايما كنت اشتكي ما اخدش حقي في التصحيح او كنت احس بالظلم، فبدانا ان احنا نطور هذه الاليات ونحاول ان احنا نقرب المسافات بتعديل نظم الامتحانات. في الحقيقه يعني كانت يعني حياتي الجامعيه حياه عاديه جدا، انما كانت سعيده في الحقيقه، كنت سعيد بقى جدا، ولذلك ارتباطي بالجامعه ارتباط انساني. يعني انا عايز اقول لك ان انا لما جات لي اعاره بره، ويمكن كنت مدرس في جامعة القاهرة وكان مرتبي في حدود 1800 جنيه، وسافرت إعارة بره في سنة 1996 وكان راتبي بره يقترب من 30,000 جنيه، ورغم ذلك كنت أنام بالليل وأنا أحلم بالجامعة وشوارعها وماشي فيها وأكابد هذا الشوق إليها. ما كانش في وقتها طموح إنك تكون في يوم من الأيام رئيس الجامعة؟ شوفي يعني لم يكن طموحاً. ولا رغبة ولا أمل ولا تمني؟ لا لم يكن يعني طموحاً، وإنما كان تقديراً للمنصب ولرئيس الجامعة، إنما ما كانش في ذهني أبقى رئيس جامعة في الحقيقة. لأنه أنا طبيعتي الشخصية إن أنا أبويا الله يرحمه كان بيوصيني وصيتين دايما، كان يقول لي الفلوس مش بكثرتها، الفلوس ببركتها، ولذلك من يخوض غمار أي إصلاح لابد أن يتجرأ. يعني لو أنا باخد من الجامعة بلا حساب ما أقدرش أمنع الآخرين إن هم ياخدوا، ولذلك النهاردة كان أبويا الله يرحمه كان دايما يعلمني إن الفلوس مش بكثرتها، الفلوس ببركتها. يعني ممكن كان يقول لي دايما ان ممكن الواحد ياخد يكسب فلوس ويروح يشتري بقى دواء، يبقى اذا مش عايز الفلوس دي. الوصيه الثانيه اللي كان دايما يكررها على ذهني يقول لي اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. يا ابن ادم، ربنا بيقول في الحديث القدسي يا ابن ادم لا تسالني عن رزق غد فاني لا اسالك عن عمل غد، ولذلك ما تشغلش نفسك ببكرة إلا بقدر ما تعمل له. يبقى أنت دخلت كلية الحقوق لديك أمل، ما تشغلش بالك ببكرة إلا لما تذاكر كويس وتقوم بالواجب عليك، ربنا سبحانه وتعالى يجبرك. ولذلك أنا وفق أو بين هاتين الوصيتين أنا شخصيا حاسس أن أنا واخد في الدنيا أكتر من حقي، ولذلك ليس لدي أي تطلعات أخرى. يعني ولذلك إحساسي بالرضا والقناعة وإن أنا كنت أستاذ في كلية الحقوق وإن أنا واخد أكتر من حقي، ده ما كانش دايما بيديني شبق التعلق بأي مكان آخر، ولذلك ما زلت مقتنع وراضي إن جابر نصار بفضل الله سبحانه وتعالى وقدره نال في هذه الدنيا أكثر مما يستحق، ولذلك هذا الإحساس، هذه السعادة بالقناعة في الحقيقة هي مسألة مهمة جدا، وبتخليني ما عنديش حسابات. يعني في كثير من الأحيان يلام جابر نصار على أنه هو ده ماشي زي القطر، ما عندوش مش لما بيجي ياخد قرار ما عندوش موائمات. لا، انا لما باجي عايز اخد قرار تستدعيه اصلاح المنظومه باخد قرار لاصلاح المنظومه. يجي بقى الناس بقى مش عاجبها ويجي يختلفوا مع القرار، ولذلك القرارات النهارده اللي انا باخدها في جامعه القاهره احيانا
بتستدعي الاختلاف حولها. انا باخد القرارات علشان احل مشاكل. يعني النهارده لما خدنا قرار منع التدريس بالنقاب او منع التداوي بالنقاب، النهارده لما خدنا قرار بحذف خيانه الديانه، النهارده لما خدنا قرار المصليات وجمع الطلبه على مسجد كبير، لا شو من ردود الافعال على لا نهائي ولا بفكر فيها، خاصه بملف الحريات ولا بفكر، ما فيش. ده انا بدعم الحريات، لان ردود الافعال اللي تحصل على هذه القرارات. شوفي انا عايز اقول لك حاجه، لو كل واحد عايز يعمل الصح خاف من رد الفعل مش هيعمل الصح. القرار يقاس صحته من عدمه بعمق تأثيره ونجاحه في حل المشكلة. يعني أنا النهاردة قراراتي حلت مشكلة التطرف والتشدد في جامعة القاهرة، يبقى نجح. أنا قراراتي النهاردة أضافت للعملية التعليمية، لأنه لكن ردود أفعالها هتكون إيه حضرتك؟ مش بتحسب هذه الحسابات. لا يعنيني هذا الأمر طالما أنه في إطار اختصاصاتي وفي إطار، لا يعنيني هذا الأمر، لأنه النهاردة طب أنا كان عندي قرار خيانة الديانة، كان الوزير السابق كان ضد هذا القرار على طول الخط، وكان يعني يقف في مواجهتي على طول الخط. هذا لا يعنيني، هذا رأيه ويحترم ويقدر، ولكن النهاردة أنا عندي مشكلة في جامعة القاهرة وحلتها. بس أنا كان بقى بالنسبة لي هل أحلها يعني بخصوص حالة ولا أعمم الحل على الجامعة كلها؟ أعمم الحل على الجامعة كلها. ولذلك النهاردة إن إحنا بنقول إن القرارات التي يتخذها رئيس جامعة القاهرة هي قرارات لازمة لإصلاح المنظومة، هتحدث خلافا، هتحدث اختلافا جايز، إنما النهاردة أنا لو أنا بدير جامعة القاهرة بمنطق نفر دماغك، أنت دلوقتي هتخش في مشاكل ليه؟ خليك حبيبي الكل؟ لا، لأن دي أمانة، هذه أمانة. أنا قلت مرة على صفحتي وأنا بتكلم تجربتي ضوابط تجربتي في جامعة القاهرة، واتكلمت عن 10 قواعد مؤسسة للتجربة، واتكلمت عن 8 قواعد كمدخل جوهري للإصلاح، اللي هو إيه؟ أي قيادة النهاردة علشان تصلح يبقى لازم تدفع ثمن الإصلاح. ناس كتير جدا، أضرب لك مثال بسيط قوي، ناس كتير جدا بيتكلموا النهاردة عن شعبية الرئيس السيسي وإن هي ممكن تكون قلت لأنه اتخذ إجراءات اقتصادية قاسية جدا، ضاغطة على فقراء المصريين وعلى الناس. إنما شعبية الرئيس قلت لصالح مين؟ لصالح مصر، مش لصالح حد تاني. ولذلك بعد كده لما الأمور تتظبط المفروض هترجع والناس هيقتنعوا، زي ما أنا بالظبط أول سنة، يعني أول سنة كان الناس بتشتم فيا لأني باخد قرارات قاسية، بعد كده الناس بدأت تقول لا القرارات أصلحت المنظومة. ولذلك اللي أنا عايز أقوله النهاردة علشان تصلح يبقى لازم تدفع ثمن الإصلاح، يبقى لازم جامعة القاهرة تصبح جامعة بدون استثناءات. لما يجي صاحبي يغلط يبقى ما عملوش بأسلوب مختلف عن اللي ما عرفوش أو عدوي أو اللي بيكرهني، يبقى إذن النهاردة الدوائر العلاقات الشخصية بتضحي بيها. وضربت مثل، قلت أستاذ كبير جدا في إحدى الكليات كان صديقي، كنا لازم نتكلم كل يوم ولازم نشوف بعض كل أسبوع، ودخلت بيته ودخل بيتي وكلنا مع بعض عيش وملح. لما عرض علي مذكرة أنه يتحول للتحقيق حولته للتحقيق، يزعل. يبقى إذا لأن لو ما حولتوش للتحقيق كان رد فعله إيه بقى؟ ده فضول مني أنا بقى. طبعا زعل. ما هو النهاردة أنا بضرب المثال ده لأنه علشان النهاردة تكون لديك القدرة على الإصلاح وإنفاذه وعدالته وشفافيته. أنا عايز أقول كان في ناس كتير جدا يخشوا عليا هنا طالبين استثناءات، يحول من مكان لمكان، وكل حالة إنسانية صعبة جدا، وأنا في الحقيقة يعني أكاد أبكي. أنا دمعتي قريبة على فكرة، يعني أحيانا كده لما الواحد يتأثر بموقف دمعتي قريبة وعينيا تدمع، وأنا دمعتي قريبة وعينيا تدمع، إنما ما أقدرش أعمل حاجة. لابد، شوفي أول مدخل ليه يا دكتور حضرتك قلت ما أقدرش أعمل حاجة؟ لو حالة إنسانية وفي إيد حضرتك المساعدة. لا مش في إيدي، لأن القانون بيمنع. النهاردة القانون بيمنع. النهاردة شوفي
الاستثناء في المنظومة يكسر هيبة المسؤول. سعادتك لما تيجي النهاردة تاخدي مني استثناء ينزل للموظف الصغير تحت بيكسر هيبة المسؤول أنا كمان وبيكسر نفسه. أنا كمان النهاردة ما أقدرش إن أنا يعني لما يجي لي حالة تانية ما أعرفهاش ما استثنهاش يبقى أنا النهاردة خالفت ضميري. ينزل بقى الموظف اللي تحت يقول لك الله ده رئيس الجامعة بيخالف القانون. طب وأنا ما خالفش القانون ليه؟ إنما لما يلاقي رئيس الجامعة ماشي بالقانون زي حد السيف هو ما يخالفش القانون. خلي بالك منظومة الإصلاح دي فيها جانب نفسي فيها جانب إنساني زي بالظبط بيت الشعر العربي اللي بيقولوه دايما إذا كان رب البيت بالدوف في ضاربه. ولذلك النهاردة أنت النهاردة عايزة تصلحي لابد أن يكون هناك عدالة وشفافية ونزاهة وإغلاق باب الاستثناء. هذه هي الفكرة. احنا اكيد مؤمنين بالتدرج الوظيفي وبالهيكلة الإدارية اللي موجودة في الجامعة، ولكن فكرة ان طالب يقابل حضرتك او عنده دي متاحة. ده متاح الطلاب بيتفاعلوا وبيكونوا موجودين. يعني شوفي بابي مفتوح لكل الطلاب لكل الناس اللي حتى الطالب لما يجي يقول عايز اتصور معاك اقول له تعالى الساعة 3 بعد الساعة 3 دايما يجي يتصور معاك. في الجملة دايما بنسمعها انه ما رحتش لرئيسك المباشر ليه؟ لا لا ما عنديش الكلام. يعني لو في حد عنده مشكلة أسرية في, أو في, 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 في أنواع من المشاكل تقتضي أن أكون حياديا. صحيح. يعني في نوع من المشاكل تقتضي أن أكون حياديا وده لازم يقدم شكوى مكتوبة وحد ويترد عليها وبعد كده أنظر في الأمر. ما ينفعش أن أنا أسمع يعني أنا لا أعمل بودني أبدا اشتغلش بوداني. أنا النهاردة لما يكون حتى لما يجي واحد يقول لي فلان قال حتى لما كنا يعني بشتغل والناس اللي بيشتغلوا معايا مجلس الجامعة ومجالس الكليات والعمر يجي واحد يقول لي ده فلان قال أقول له طيب لحظة أرفع سماعة التليفون يا فلان فلان بيقول إن أنت قلت الكلام ده صحيح على طول مفيش ما نشتغلش بيه. الأمر الثاني عندما يقتضي الأمر أن أكون محايدا فما اسمعش من طرف واحد لازم اسمع من الطرفين ولازم ناخد القرار في شفافيه وعداله. ولذلك النهارده الباب المفتوح بيحل مشكلات كتيره جدا. ولذلك النهارده الطالب عايز يقابل رئيس الجامعه بيقابل رئيس الجامعه بيكلمنا على الصفحه ويبعت لي المشكله وممكن احلها. النهارده سهل جدا صحيح يعني الامر فيه قدر كبير جدا من العنت والارهاق ولكن ده ثمن بسيط جدا لابد من تحمله. زي عندنا طالب في كليه الاعلام تحول لمجلس تاديب وما اعرفش اتصل فصل دراسي وبعد كده عمال يكتب على النت ويقول عايز اقابل رئيس الجامعه والكلام ده كله. طالما فيها مجلس تاديب ما اقدرش اقابله. ولذلك قلت له ايه؟ قلت له اعمل طلب بمجلس تاديب استئناف. فتعامل مجلس تاديب استئناف تحدد له جلسه يوم الثلاث يحكم عليه مجلس التاديب. لو المشكله كانت قبل كده كان ممكن نتكلم انما طالما ان في اطر جامعيه تقتضي من رئيس الجامعة أن يكون محايدا في نظر المشكلة نسمع الطرفين نسمع الكلية ونسمع الطالب وبعدين نقرر. ولذلك النهاردة إحنا بنتكلم عن فاعلية منظومة زي مسألة مهمة. المنظومة خليني أخذ من كلام حضرتك المنظومة التعليمية في مصر بشكل عام نظرة عليها وخلينا نتفق على أننا عندنا مشاكل في المنظومة التعليمية في مصر مش هنقول عفى عليها الزمن ولكن مشاكل قديمة لحد الآن لم نرى حلول واقعية أو لم نرى حلول تنفذ. كل مسؤول يجي ينظر بنظرة مغيرة للسابق ليه وتتوالى ويتوالى المسؤولين على الأجهزة التعليمية المؤسسات التعليمية في مصر والحال كما هو عليه. ما الذي يحتاجه الوضع العام التعليمي في مصر لكي يتعافى أو نقوم بإحلاله وتبديله؟ من تجربة جامعة القاهرة إحنا مؤمنين إن إحنا محتاجين إصلاح واقع. يعني إيه إصلاح واقع؟ يعني إصلاح يؤهل الحالة المصرية إلى تطبيق استراتيجيات وما شابه ذلك. ده رأيي الشخصي. نحن لدينا مشكلات ضخمة إنما حلها قليل الأول. المشكلات الضخمة دي كلها عندك في التعليم مشكلات لابد أن تواجهها بحلول واقع. بمعنى أضرب مثال احنا عايزين نحل مثلا نتكلم في الدروس الخصوصيه سهل جدا تقول انا بمنع الدروس الخصوصيه وتقفل السناتر وتجري ورا المدرسين في الشارع وتسجن. هتسجن مين؟ صحيح. هتحل ازاي؟ طب ما انت هتقفل السناتر هيروح يدي في البيت بدل ما كان الولد بياخد ب 20 جنيه بقى ياخد ب 100 جنيه فبدأ يبقى فيه أعباء مضاعفة على الأسرة المصرية. ده مش حل للأزمة. إذا النهاردة لازم تواجه نفسك.
انت النهارده تقدري تمنعي الدروس؟ مستحيل. ولا ما تقدريش تمنعيها؟ الدروس في الحقيقه مرتبطه بنظام التعليم، مرتبطه بامر نفسي. يعني ايه امر نفسي؟ يعني انت عندك اخت في الثانويه العامه، او انا عندي بنت في الثانويه العامه، هي متصوره لو ما خدتش درس مش هتنجح. صحيح. ده عامل نفسي. ما تقدرش كلهم ياخدوا دروس. ما تقدرش تخليها ان انت تقولي ما فيش دروس. صحيح. اذا النهارده لازم تدوري على حل تحولي بيه الدروس الخصوصيه ده من مربع مضاد للمنظومه الى مربع خادم للمنظومه. النهارده انت عندك المدرس بيقعد يدي دروس خصوصيه لمده مثلا 18 ساعه، يلف على البيوت، يلف على السناتر، ويروح ينام في الايه؟ في المدرسه، فما يدرسش في المدرسه. صحيح. يبقى اذا النهارده انت دروس خصوصيه في مصر بتشتغل في حدود 40 مليار جنيه. اقتصاد خارج الاقتصاد الرسمي. بالظبط. يعني لا في ضرايب ولا في كذا، في سنتر بيكسب اكتر من 5 مليون جنيه في الشهر. يعني نقنن. وما بيدفعش ضرايب. اذا النهارده انت محتاجه، شوف محتاجه تفكري تفكير واقعي. ان انا استغل او استفيد منها. ان النهارده تحولي الدروس الخصوصيه من الشيطنه الى الشرعنه. يعني ايه؟ يعني هل من المتصور ان احنا نفكر؟ نفكر نفكر. يعني الامم تتقدم بالافكار، انا مصر على دي. صحيح. نفكر ازاي الدروس الخصوصيه دي تخش في المنظومه. طب ما حاولنا نخش في المنظومه نعملها دروس تقويه في المدارس وفشلنا. ليه؟ لانه النهارده المدرس بيروح يدي درس خصوصي ياخد 5000 جنيه في الساعه في سنتر. انما لما بيعطي درس تقويه المقابل درس التقويه ده تدي لوكيل الوزاره وللمدير العام وللناظر وللمدرس الاول وللمدرس الثاني، على ما ينزل للمدرس اللي عطى الدرس بقت 10 جنيه. صحيح. يقول لك ايه 10 جنيه؟ مش هدرس. ولذلك النهارده احنا محتاجين النهارده، شوف لو انت عندك بالون كبير قوي ده اللي بيعملوه في الافراح دي ده وينفخوه كامل، لو البالون فيه ثقوب ما ينفعش تعملي استراتيجيه لنفخه، تجيبي بقى آلة، تجيبي مجموعة ناس، مش هيتنفخ. إيه. قبل حاجة لازم تسدوا الخروج. صحيح. احنا ترميم. في الحقيقة الفتحات دي تقوم دي، فاحنا محتاجين تأهيل الحالة المصرية للمسألة دي. زي بالظبط عندنا مشاكل الكتاب. عندنا مشاكل المناهج يا دكتور. المناهج التعليمية كل ده مرتبط ببعض. اللي انا عايز اقول لك ان احنا محتاجين بس ان احنا نفكر في اصلاح المنظومة. شوفي انا عايز اقول لك برضو الكلام ده هيزعل ناس كتير. انا عايز حضرتك تتكلم براحتك جدا. كل كل ما تلاقي الناس بيتكلموا عن استراتيجيه وكلام ضخم كده وما اعرفش ايه وكلام من ده، ثق تماما ان مفيش حاجه بتتعمل. يعني النهارده في الحقيقه احنا النار مشتعله في جوانب كثيره جدا من ملابسنا. صحيح. النهارده مش هتقعدي تعملي استراتيجية عشان تطفي النار، لا، تعملي كل ما تستطيع عشان تطفي النار وبعد كده تبقي تفكري في استراتيجيات. على فكرة الناس كلها حلت هزل من المؤلم والمؤسف ان مصر بعلمائها واساتذتها ومتخصصيها غير قادرين على اعادة هيكلة المنظومة التعليمية. انا متفائل اولا بالدكتور طارق شوقي في التربية والتعليم، دكتور خالد الأظفر، واعتقد ان هم لديهم افكار جيدة للخروج من الازمة والمأزق. بس احنا محتاجين برضو انه الناس يكون عندها صبر والإعلام يناصر ويدي فرصة. يعني النهاردة الإعلام أصبح متغير جدي في المنظومة. كان زمان الصحفي بيجي ياخد الخبر ويقعد يكتبه وبعدين يشوف له مكان في الجريدة على ما ينشره ويطلع تاني يوم. دلوقتي بيكتب على الكمبيوتر من قلب الحدث. بيكتب على الكمبيوتر وإيه وياخد كلمة يعمل من الحبة أوبا والكلام ده كله. فاللي احنا عايزينه إنه في ملف التعليم بالذات ده ملف يهم المجتمع كله. طبعا. لابد ان نتشارك فيه، لابد ان يعني ان احنا نساهم فيه. احنا عايزين افكار غير تقليديه. انت لو قعدت تبني مدارس كل يوم مدرسه مش هتلحق الكثافه السكانيه. طبعا. فلازم تدوري على حلول للكثافه السكانيه، تلاقي حلول مختلفه ابداعيه. احنا في يمكن في شهر ابريل هنعمل مؤتمر عن مستقبل التعليم في مصر، رؤى وحلول إبداعية مع أخبار اليوم. أعتقد ممكن يساهم في هذا الملف إن شاء الله. إحنا يعني هنختم، ولكن قبل الختام لازم أخد كلمة من حضرتك تخص جامعة القاهرة. حلم حضرتك اللي أكيد بيراودك في هذه الفترة أو المشروعات القادمة لجامعة القاهرة. لا
يعني حلمي لجامعة القاهرة لا ينتهي. أنا بحلم أن جامعة القاهرة دائما يعني تتقدم، تصبح في قلوب المصريين وهي كذلك تتقدم في كل المجالات. حلمي أيضا يعني البسيط جدا أن تستمر هذه الإصلاحات في جامعة القاهرة، وأن تتوسع، وأن يعني يقتدى بها في أماكن أخرى. إحنا ما بنقولش إن إحنا في الحقيقة ادينا لجامعة القاهرة، بالعكس كل ما أنفقناه من وقت وجهد وفكر لجامعة القاهرة هو مستحق، ولا يمكن أن نرد جزء من أفضلها علي أنا شخصيا، لأنه جابر نصار كشخصية عامة وكأستاذ القانون، جامعة القاهرة كانت قدر الله الذي صنعه، لذلك كان شديد الاعتزاز جدا بهذه الجامعة. حلمي للفترة القادمة هو الفرع الدولي، أنا رصد له دلوقتي في حدود 800 مليون جنيه، يمكن على شهر 7 الجاي يزيد المبلغ مليار جنيه، ده مبلغ نستطيع ان احنا نبدأ بيه بداية كويسة. لازم نعرف ان السياحة التعليمية ده لازم ناخد بالنا منها. النهاردة لما طب القصر العيني دخل في التصنيف الدولي من سنتين وبقى رقم 223 على مستوى العالم، انا جالي طلبات لدراسة الطب في مصر في القصر العيني 13,000 طالب. تخيلي لو انا عندي مكان علشان يدرس 13,000 طالب، 13,000 طالب دول رسوم دراستهم 134 مليون دولار. 13,000 طالب دول بيقعدوا فترة الدراسة في حدود 32 أسبوع، يعني 8 شهور في 4 ب 32 أسبوع، يعني الطالب الواحد ب 32 سائح ممكن يقعد أسبوع. الأمر الثاني ده مش جاي في فوق سياحي ياكل ويشرب بتيكت ويمشي، ده بيعيش في مصر، بيأجر سكن، أهله بيجوا يزوروه، بيصرف، بيشتري، بيعيش. يبقى إذن النهاردة السياحة التعليمية مصدر مهم جدا للدخل القومي المصري، لذلك احنا بنقول مرة تانية إصلاح التعليم له أثر اقتصادي مهم جدا، له أثر تنموي، له أثر من ناحية التأثير الوطني في العالم. أنا كنت في زيارة لإحدى الدول العربية، نائب رئيس الوزراء فيها عارف إن أنا موجود، فطلب إن هو يلتقي بي، فرحت ليه، قال لي أنا لما عرفت إن أنت في هنا أنا جيت، أنا متعلم في جامعة القاهرة، ولذلك إحنا بنفتخر إن إحنا نقول تعلمنا في جامعة القاهرة. ولكن يا دكتور جابر، أولادنا هيجي يوم ما يعرفوش مصر ولا جامعة القاهرة، ما تعلموش في مصر. صحيح. إذن النهاردة لابد أن تحرص الجامعات المصرية على إن هي تستقطب أولادنا. إحنا مش سعداء إن أولادنا يروحوا يتعلموا في البلاد الأوروبية والأمريكية، إحنا عايزينهم يتعلموا في مصر. هذا الموقف في الحقيقة أثر فيها تأثير بالغ جدا، وده بيستدعي إنه لابد من العودة القوية للجامعات المصرية للدول العربية ودول شرق آسيا. أكيد. أشكرك دكتور جابر، شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي كان أنا لمست جدا حركة بتتكلم معانا من قلبك، وتكلمنا في تفاصيل كتيرة تخص الجامعة وخارج الجامعة. أنا بشكر حضرتك جدا، ونتمنى لك التوفيق في هذا المنصب من نجاح لنجاح، ونتمنى لجامعة القاهرة أيضا الازدهار دائما. شكرا جزيلا أستاذ دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. بشكر حضراتكم، كنا معاكم النهاردة صباحك عندنا من داخل جامعة القاهرة، وكان لقاء خاص مع الدكتور جابر نصار، حاولنا نتكلم في ملفات عديدة، منظومة التعليم جامعة القاهرة، الوضع بشكل عام، وأيضا بالإضافة للجوانب الإنسانية اللي تخص حال الطلاب في مصر وأيضا في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدور المجتمعي والتربوي اللي بتقوم بيه الجامعة. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أشوفكم إن شاء الله على ألف خير، يوم جديد وصباح الخير. مع السلامة.